سلام البنات ومرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ الأصيل. اليوم راح ندير معاكم طاجين الجلبانة في الكوشة. هذا البلا يجي بزاف بنين، نتمنى تجربوه وتنجحوا فيه. راح نبدأ بسم الله. هنا في القدرة راني دايرة كمية من اللحم، إلا حبيتوا ديروه بالجاج يعني تقدروا ديروه. راح ندير عليه البصل، حوالي نص حبة بصل مربية. نزيدو زوج مغارف زيت، رشة من المعدنوس، التوابل هنا راح ندير الملح، فلفل الكحل والقرفة. راح نقلي القدرة تاعي مليح، بعدها نمرقها. نزيد نحط عليهم الجلبانة يعني الكمية اللي حبيتوها نتوما، نغلق عليها ونخلي حتى يطيب اللحم تاعي. هنايا راهو طاب لي اللحم، راني نصفي فيه في البلا اللي يدخل الكوشة. نصفي كامل اللحم ونزيد نصفي معاه الجلبانة. هاوليك. نجيب المرق اللي طاب فيه اللحم، وهنا عندي كمية من البيض، حوالي 4 حبات بيض، درت عليهم قرصة ملح وقرصة فلفل كحل. نخلطهم ونضيفهم للمرقة. راح نضيفه للخليط تاعنا، راح نضيفه خبز مرحي حوالي 4 مغارف كبار. نخلطهم مليح، نزيد لهم معدنوس كمية مليحة، ونزيدو مغرف صغيرة خمارة تاع الحلوى يعني باش يجينا خفيف. راح نفرغوا الخليط تاعنا فوق اللحم هكذا. بعدها نضيفوا الجبن الابيض هكذا، راني مقطعاته مربعات صغيره. وندخلوه للفرن حتى ينشف لي البيض تاعي. هاوليك البلا. هاوليك بعد ما يعني نشف البيض، شوفوا كيفاش جا يعني جا هايل. راح نقسم معاكم يعني باش تشوفوه. شوفوا كيفاش يجي، يجي بزاف خفيف، يجي هايل. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، الى عجبكم ديروا لي لايك ودعموني باشتراك، وما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.